أنك قد تصيبه بعين. تصدق لو تقتل إنسان بعينه كنت ما تدري، ينقلب سيارته، يمرض. الحبيب يقول: العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. معنى ما ندعو للوسوسة، بعضهم كل ما جاء قال لا إله إلا الله، صل على بسم الله الرحمن، وش فيك خائف من العين؟ لا لا تخاف من العين، تحصن ولا يجيك شيء. لكن نقول الإنسان ما تحصن، امرأة رايحة لزواج ومتزينة والراقص عند الحريم وجتها صاروخ أرجو، واحدة ما ذكرت الله، الآن مطلقة وفيها سرطان في الرحم وفيها طايح شعرها بالكيماوي، ويمكن سببها عين من عرسال فلان. لذلك نقول للحاسد احذر، احذر فقد تقتل بعينك. والحبيب قال: عندما نظر رجل إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه أراد أن يغتسل ونزل في بركة الماء وجلده جميل، قال: جلد ولا جلد مخبأة، جلد ولا جلد بنت ما شافتها الشمس. شوف الوصف. فلما قاله سقط في الماء وتلمض وكاد يموت، أخرجوه. فقال الحبيب: هل تتهمون له من أحد؟ التهمة من جريمة، إذن العين جريمة. قالوا: فلان يا رسول الله. قال: ادعوه. فدعا فقال: اغتسل له. فغسل وغسل وجهه ويديه وركبتيه وتمضمض في الماء، فقال: علام يقتل أحدكم صاحبه. الحبيب سماه قتل. قتل، ألا هل بركت؟ ما قلت تبارك الله؟ بعض الناس يقول صل على محمد، لا، هي الصحيح تبارك الله، أو تبارك الله وتدعو له، أو تقول: لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو تقول ما شاء الله.